عند رزقه ما 17 ما كيناش قال الدرك ما يجيو 17 مليار ما كيناش الدرك راه شو سو الدرك هذا هو عند رزقه الوالد خلى لنا مليار ونص هذا فلوس اللي الصوم كامل انا مليار ونص شادين الولد ديال الوالد مليار ونص وباقي عندنا 30 قطار في دار 16 زيد يعني الدرك جاو الدار ما داو ما داو ما جاوش عندنا الدرك ما جاوش دوب فيسبوك خدام فيسبوك الدار اللي في تماريس لا ما جاوش عندنا زيد زيد كاين شي مشكل والهضره اللي تيقولوا على حواس ها الهضره اللي تيقولوا بانه احزاب سياسيه هذيك احزاب سياسيه قال لك دواح قال لك هذوك الموبلات قال لك ما بغاش يعطيه بير مدافيتي راه ما عندوش كيتشارج ما عندوش هلال احمر وما عندوش الجامع وسط هذا راه سير صور الموبلات ديال دواح تيقولوا التازي ما بغاش يعطي لها ريسيبسيون لا ريسيبسيون تيسرق عدد ديال الفلوس تيسرق في الجيبيات مصلحة الجيبيات كاين اللجنة كاين اللجنة تخرج تشوف عطاتك يسيني لك هو ما عطاتكش الناس ديال الكريانات راه في دور انجاز راه واش كاين بلون معلق معلق بلون واش غيزور واش غيزور بلون غيزور هو بلون حتى يمشي للحبس عندهم بقاع غيعطوا بقاع في دور انجاز وراه كاين كاين الاداره راه اداره ماشي الجماعه راه كاين الاداره كاين المدير ديالها راه سولونا دابا نتوما العائله ديالو واش عليكم شي ضغوطات واش شنو لا علاش كتعرضوا ليه دابا ملي تشدوا لا لا ما درتش حتى حاجه الحمد لله عادي اه المخزن غادي يخدمتو حكامة الله الله الوطن الملك اش كتوقعوا من القضاء شنو داكشي اللي دار القضاء القضاء مرحبا هو داكشي زعما علاش شدوه واش كاين ولا ما كاينش ها هذاكشي اللي شدوه عليه واش كاين ما كاينش ما كاينش يعني داكشي غيبان من خلال التحقيق خلال التحقيق وهذوك السبعه اللي معاه تم التحقيق ما عندهم حتى حاجه مراته مراتو عيان شويه خرجات من الكلينيك لا باقا مريضه واش انتحرات ولا دارت محاوله انتحار؟ ها؟ دارت محاوله انتحار؟ لا ما كاينش هذا جاء العصب العصب هو الكلينيك في الدار البيضاء؟ اييه دابا كي داير الوضع ديالها الصحي؟ باقا عيان شويه عندكم شي اتصال بها؟ ها اييه اخر مره اتصلتوا بها؟ غتمشي عندها اليوم؟ غتمشي عندها مشيت عندها اليوم؟ كي دايره من تخرج من نوعيه تخرج شي واحد الحاله ديالها مزيان قريبه تخرج ولا مازال لا مازال وا نطلبوا الافراج من السيد الرئيس كانت السوالم كانت السوالم كانت الزباله كان شانطي واحد السوالم كامل كان عندنا شانطي واحد التطوار الجليل الزفت دار الشباب اتقان دار الثقافه ملعب الكره ما كانش عندنا اما ملعب خضرا في العمران السوالم من 2009 لدابا راه تبدلات فضل الرئيس فضل الرئيس واخا الاخ ديالي هو ماشي ماشي قايد الاخ ديالي قايد كشي تشوفو تشوفو نتوما الصحافه راه البلاد راه ولاد الحاضرين شكرا